تحتفل شركة أوركيديا للصناعات الدوائية بانطلاق أول خط إنتاج للمراهم ذاتية التعقيم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن شركة أوركيديا هي شركة مصرية رائدة في صناعة الأدوية الخاصة بطب وجراحة العيون، وقد تم ابتكار أحدث الوسائل التكنولوجية في التصنيع لضمان أفضل نتائج الفاعلية والأمان في جميع منتجاتها لخدمة المريض المصري، مما جعلها تحتل المركز الأول في صناعة الأدوية في السوق المصري. وقد تضمن الاحتفال تجمعاً لأكثر من 300 طبيب عيون من مصر ومن مختلف الدول العربية والإفريقية، وتم عرض أحدث الوسائل المستخدمة في التصنيع، حيث قامت شركة أوركيديا بابتكار ماكينة تعتبر الأولى من نوعها في تصنيع المراهم ذاتية التعقيم، حيث إن هدف الشركة الأول هو تقديم أفضل الخدمات الطبية والأمان للمريض ورعايته للحصول على حياة أفضل والحفاظ على أعظم نعم الله وهي البصر. والحقيقة الشركات المصرية، على الأقل أنا هتكلم على العيون، ما أعرفش بقية التخصصات، لكن من أيام الكورونا والتعويم الأولاني للجنيه لما الأسعار غليت والأدوية المستوردة قلت، كلنا ابتدينا نتعرف جديا على شركات الأدوية المصرية، منها شركة أوركيديا وشركات كتيرة جدا في بالذات في العيون. هم ابتدوا يستخدم منتجاتهم لأن هي كويسة، فهم استفادوا إن هم خدوا الماركت شير ده للأدوية المستوردة اللي كانتش موجودة، وطوروا نفسهم، يعني طوروا نفسهم في ريسيرش اند ديفلوبمنت، في البحث، إن هم حسنوا المكان بتاعهم، الجودة بتاعت المنتجات بتاعتهم. فبعد ما رجعت الشركات حتى الأجنبية بقينا نستخدمها كتير جدا، الشركات الأدوية المصرية، لأن هي أثبتت إن هي بجودة عالية، وهم فعليا ابتدوا يصدروا حتى للخارج. فاحنا فخورين من ناحية العيون الشركات المصرية في صناعة الدواء. هو ده اللونش بتاع الأوركا كورتين، المرهم اللي شركة أوركيديا عاملاه، أول منتج من هذا القبيل في مصر. ولكن المؤتمر دايما في الحاجات دي، ودايما معاملتنا مع شركة أوركيديا في السنين اللي فاتت انه دايما لازم يبقى حاجة علمية. فأنا هلقي محاضرة على الطرق الحديثة في علاج المية البيضاء وازاي نتجنب المضاعفات، والأساتذة زمايلي كل واحد فيهم هيتكلم عن موضوع علمي، بحيث يبقى الاجتماع ده اجتماع علمي مش بس ان هو لونشنج بتاع دواء. الأوركا كورتين له استخدامات كتير قوي الصراحة. من أشع الاستخدامات اللي احنا هنكون عايزينها، لأن ما فيش دلوقتي أي حاجة بتلبي هذه الرغبة عندنا، وكنا بنعتمد على مراهم وأدوية مستوردة، دلوقتي مش قادرين نجيبها. وبعدين المنتج بتاعنا بتاع أوركيديا ده منتج كويس جدا وفي نفس الإفكاسي وفي نفس الجودة، حقدر أنا استخدمه في الأمراض يمكن كتير جدا منها. يعني لو أنت اتكلمت على جفاف العين، على أمراض سطح العين، على الحساسية، أشع استخدامات هم الحاجات العادية دي. في بعد عمليات المية البيضاء، بعد عمليات زرع القرمية، استخدامات كتير جدا ليها. ومن الميزات بتاعته ان هو ما فيش فيه مواد حافظة. مواد الحافظة من الحاجات اللي هي بتأثر سلبا على سطح العين، بالتالي انا اقدر استخدمه بمنتهى الامان. وميزة تانية كمان ان نفس المادة بتاعته الفعالة اللي هي الكورتيزون اللي فيه ما بيمتصش بنسبة جوه العين، نسبة امتصاصه قليلة جدا، فبالتالي يأثر على الـ السطح بتاع العين فقط، يعني يأثر على القرمية ويديني التأثير بتاعه على الملتحمة وسطح العين بدون ما يخش جوه العين ويرفع لي ضغط العين زي بقية الأدوية بتاع الكورتيزون. والله هو أوركيديا بتقدم تكنولوجيا جديدة في صناعة المراهم في مصر النهاردة، اللي هي صناعة مرهم عين معقم من بداية من التحضير والتعبئة.
وكمان التغليف بيبقى بشكل آلي بدون تدخل أي أيدي بشرية. التكنولوجيا دي مكلفة جدا ومعقدة جدا، ولكن أوركيديا اختارت الباث دوت أو الطريق دوت في تصنيع مراهم العين عشان خاطر يوصل للمريض دواء كف وآمن ومرهم عين معقد. المراهم ده يعني يعتبر فورم من الفارماسيتيكال فورمز اللي بتوفرها لشركات الأدوية، سبيشالي العين طبعا بتبقى محتاجة ان هي تبقى سترايل. طب ايه اهميتها؟ الدكتور بيبقى محتاج لان المراهم ان هو بيكتبها للمرضى خصوصا فترة الليل لانها بتقعد لفترات اطول فوق عينه، فبيضمن الحماية اللي هو محتاجها او على حسب الانديكيشن او الاحتياج الدكتور، فهو كده بيضمنه باستخدام المراهم. طبعا وجود المراهم ليه اهميه اقتصاديه كبيره جدا، لان هي ما فيش غير شركه واحده تقريبا في مصر هي اللي بتوفر مراهم، باقي بيبقى مستورد، غير كمان ان في بعض انواع المراهم ما بتصنعش في مصر، وده بيخلي انها بتبقى موجوده بطرق يعني غير شرعيه، بتبقى متهربه، المريض المصري بيلاقيها باسعار طبعا متفاوته مبالغ فيها من 400 ل 600 جنيه. وده من ضمن المراهم دي كان المرهم الماده الفعاله بتاعته هيدروكورتيزون، احنا نزلناها باسم اوركا كورتين، نزلناها طبعا بسعر منافس، احنا اول شركه في مصر توفره في السوق المصري، ودي بتبقى مهمه جدا، دكاتره بيحتاجوها في حالات كتير من حالات التهابات العيون، فده بيوفر اكيد عمله صعبه، بيوفر على المريض المصري مجهود وفلوس هو بيدفعها في حاجه مش في قيمتها. فدي من الحاجات المهمه جدا ان دايما شركه اوركيديا بتبقى حريصه عليها ان هي توفر للسوق المصري للاطباء وللمرضى كل الموليكيولز او كل الادويه اللي هم ممكن يبقوا محتاجينها وما بيلاقوهاش. الحقيقه مصر كان ينقصها مراهم كتير. المرهم مختلف عن القطره في استخدامه، القطره بتقعد تاثيرها من 5 دقائق لنص ساعه بس، انما المرهم بيتطور استعماله او يتطور فترة تأثير بتاعه من 4 ل 12 ساعة، فبالتالي احنا محتاجينه طول فترة نوم المريض، يعني بالذات في الفترة الليلية المراهم مطلوبة. صناعة المراهم في مصر الحقيقة كان فيها قصور شديد وعجز جامد. النهاردة لما بيبقى عندنا كذا شركة في الماركت المصريين بيعملوا المراهم اللي ناقصالنا، ده الحقيقة تطور جامد جدا جدا، بالذات في المواد اللي بدون مواد حفظ.